يا ساتر يا ساتر. دكتور ابو عمر. دكتور ابو عمر. يلعن هشكال يا مصدق. على مهلك ابو عمر، طول بالك عليه. ولك ولك سكر البال وسكتي. طول بالك عليها يا ابو عمر، الجماعه بيستنوك في المضافه عشان الصلحه. صلحه؟ اه. يا بهجرين يا بهجرين يا حبيبي. ست ليلى المحترمة، مش اشي عجيب انه تصل رسالتي الكو والقرن العشرين غادرنا واحنا احنا وما تغير علينا اشي. حكايتي يا ست ليلى حكاية بنتي جميلة، جميلة اللي قصفوا عمرها بدون ذنب جرى. بنتي جميلة قتلوها لانه الشك والخوف معشعش بصدور وعقول الناس. شو رح ينفع العلم والتكنولوجيا مدام 20 كيلومتر عن عمان بنكون بعالم ثاني. شو ثاني؟ قولي ثالث رابع خامس. الله وحده يا ست ليلى بيعلم احنا وين. ورجيني لشوف. تفضلي ست ليلى، شوفي ليش ما تخلي كل الاوراق زي ما كانت بالاول. خلص خليها زي اول كويس. اهلين ست ليلى. اهلين فيك استاذ. كملت الرسالة؟ بقرأ فيها للمرة الثالثة. بتحس اللي بعت الرسالة إنه واحد هاوي ومقرر يألف قصة، بتحس فيها نفس التأليف. صحيح القصة مشوشة بس فيها كل عناصر الرواية الفنية. تعرفي أنا مش فاهم كتير على خطه، مع أنه لاحظ إنه خطه حلو، لكن الارتباك يبدو داخل الكلمات على بعضها. يعني بحس إنه كأنه خايف أو مرتبك أو كتبها بالسر ولا بالعجلة. ومع ذلك فهمت إنه كأنه محبوس ببيته واللي حابسينه قرايبه. كم صفحة معك أستاذ؟ ثلاثة. لا هم أربعة، بالصفحة الرابعة بتلاقي فحوى القصة. اقرأي شوف شو بيكمل. جميلة يا ست ليلى ما ماتت، جميلة وأحمد طار فيهم الحصان للسما للجنة. آخ لو بقدر أطير معهم. الكلاب حابسيني فكرهم أهدى. إذا كنتي شجاعة تعالي تعالي لأنه صوتي لازم يوصل لكل الدنيا. جيبي معك كاميرا ومسجلي حتى تسجلي الحقيقة بدل هالوهم اللي أنتوا عايشين فيه. شوفي إذا كانت القصة حقيقية فمن واجبنا أن نتابعها، وإذا كانت وهم فمنكون برضو تعرفنا على رجل غريب برضو له قصة. والقصة قصة سواء حقيقة ولا وهم. أنت شو اقتراحاتك؟ أنا بعتقد أنه لازم أروح لعنده. كويس، بس ما تروحيش لوحدك، روحي أنت وزوجك. صحيح هو صاحب الرياضة لكن ما بتعرف شو بصير. أحكي لك معه. صار لازم تيجي لعنا يا ست ليلى، بلكي طلعتي من وهم كلي بعمان لحقيقتنا اللي هون. عنا البلد كلها متعلمة، والمشكلة إنه في جهلة وما في جهل، والكل متعلم والكل راي على مدارس وجامعات. يعني زي ما تقولي ما في عذر لحدا. ليش طفيتي؟ هلأ وقت فطبول يا أيمن. هلأ وقت فطبول يا أيمن. تعرفي لو كل الناس تنخرط بالفطبول ليتحسن مزاجهم وتنحل مشاكلهم. تعرفي ليش؟ ليش؟ لأنه في هدف. مشاكل الناس من قلة الأهداف. لاحظي معي مثلا لما يكون في مرة وما في أهداف بيطلع كل شيء هيك ممل ما إله طعم.
شوف أيمن، في فرق كبير بين الهدف اللي بتحكي عنه والهدف اللي رايحين له. الله يخليك، ريح لي راسك من هالفطبول شوي، لأنه رحلتنا مش رح تكون رحلة هينة. عارف ليش؟ ليش؟ لأنه الهدف اللي رايحين له موجود هون، مش بالرجلين. هون مش بالرجلين، دايماً أنت بتميع الأمور. للأسف يا ست ليلى، رح تتعرفي عنا على دكتور، دكتور بعلم الاجتماع اسمه أبو عمر. راح يدرس برا، ولما رجع وبدل ما يصير مربي فاضل رجع حتى يفتح قبيلة، بيجوز قبيلة من طراز جديد وأنا ما بعرف. رجع وما معه من برا إلا اللي أخذوا معه من جوا. وجميلة يا ست ليلى ضحيته، ضحية اللي بيحملوا أفكاره. جميلة يا ست ليلى ضحية الكلس اللي بالمخ. جميلة ضحية الشك والغضب وقلة مخافة الله. تعالي يا ست ليلى وشوفي بعيونك، ولا تنسي تمري على المقبرة. بلكي جميلة بقدرة الله تلاقيكو بصرختها وروحها. بلكي جميلة سمعتكو صوتها. تعالي يا ست ليلى، بترجاكي تعالي. حبيبتي، هاي المغامرات ما إلها معنى. شوف أيمن، رئيس التحرير بعتك معي مش لأنك زوجه بس، بعتك عشان تساعدني. مقبرة ومكان ما بنعرفه، يعني لحالك افهميها، مغامرة مجانين. طيب أوكي، طول بالك. هو حكى لك بالرسالة شو لابس؟ لا، بس أكيد هو، خليك هون أحسن. حضرتك ماجد؟ ماجد؟ ماجد البكاء؟ هيو هناك، شغلت وعملت يا ستي البكا والنحيب. طيب شكرا، اسمح لي. شو بتسوي هون عمو؟ اتفرج على دموع ماجد، قال كبير وبيبكي. بيبكي على مين؟ شو بعرفني، بيبكي مثل النسوان. مين هاي اللي معك؟ صديقة جميلة. وانت؟ أنا زوجها. ليش ما في على راسك غطا؟ غطا نسينا. روح ودي لها إياها حبيبي. يسلموا هالإيدين. شو اسمك أنت؟ سلامة. شكراً يا سلامة. أخ ماجد، مدام ليلى، أنت خطيب جميلة؟ بعرف إنه عمي نسيم بعت لك كتير رسائل، بس بصراحة ما توقعت إنك رح تيجي. كيف مش رح أجي؟ هو في مأساة أكبر من هيك، قتل بنت بريئة. الله يعينه عمك نسيم. يا ريت يقتنع إنها ماتت حتى يرتاح ويريحنا. المصيبة إنه مش قادر أصدق اللي صار. مين هاد؟ هذا بدفتر واحد على البركة. مجنون؟ لا 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 لا، بقولوا إنه كان يشتغل بالسياسة، هم ضاربينه على راسه، هو واقع من شي روفر على الإسفلت، بس زلمة درويش على البركة. بس ما تخافي منه، ومن هذاك اليوم وهو ماسك الدفتر وبيعتقد إنه بسجل أسرار القرية. ممكن نروح هلأ لعند بيت العم نسيم؟ تفضلي. ما في خطر إذا رحنا لعنده؟ لا لا ما في خطر.
هم هلا وين عمو؟ بالمقبرة. طيب عمو روح روح. انتوا بعدكم شو بتساووا هون ها؟ روحوا راقبوا بيته ولا تساووا اشي، ما بدنا ننفضح. سالم اهدى. حاضر يابا. تشوف هالمجنون لوين بده يوصل. مين هذول بتعرفهم؟ جماعة أبو عمر. ومين أبو عمر؟ أبو عمر عمي وعامل حاله شيخ على كل البلد وكل المصايب من تحت راسه. يا لطيف. مرحبا. أهلين. أهلاً. عمي أبو عمر بيستناكم بالنظافة يا أخوان. بس إحنا جايين لعند بيت العم نسيم. بعرف يا أختي، يا ريت بالأول تمروا عند عمي أبو عمر. مدام ليلى روحوا معهم ما تخاف، وأنا راح روح أخبر العم نسيم. أوكي. كلاب ولاد كلاب. كلاب ولاد كلاب. سفل وأفاقين. سفل وأفاقين. الموت أعمى مثلكم يا وحوش. يا وحوش. الموت أعمى لأنه مش شايفكم وشايف جرائمكم. جرائمكم. وحوش. وحوش. رح أوصل صوتي للكون. للكون. للعالم. لكل الناس. لكل الناس. جميلة رح تدخل البيوت بيت بيت يا وحوش. بيت يا سفلة. يا سفلة. أحمد وجميلة مثل العصافير، مثل فراش الربيع، رسمتهم على إيدي وحطيتهم بقلبي، رسمتهم على إيدي وكحلت فيهم عيوني، خطفتهم من روحي. أبو دفتر، حياتي يا عميان. أنت كل ما تيجي لهم بتفتح له جروح مشان الله تتركه بحاله. لا بزعل منك، هيك بصير واحد من الأوغاد والسفلي. ولك محمود أبو دفتر. نعم. ولك هذا ماجد حبيب جميلة، حبيب جميلة وخطيبها. هذا من الأوباش. لا ما عاد خطيب جميلي. خطيب وحبيب جميلي لازم يكون معه سيف وعلى حصان ويقاتل هؤلاء الأوباش زي عنترة. اسمعني كويس، أنا راح أكتب عنك بامتنا، بس بالدفتر الثاني وفي باب الجحاش كمان. أبو دفتر، عمي نسيم تعبان وبدي يجي ضيوف، مشان الله اتركه يرتاح. إذا ثبت إنه لازم أكتب عنك، فرح أكتب عنك في خانة التايهين والساكتين والحيرانين إن كنت ما بتتذكر. أوغاد، سفلي، أوباش. دكتور أبو عمر بستنوا فيك على الجهة. بهاي المضافة يا ست ليلى وليهون زوجك مش هيك؟ نعم. وليهون الأخ زوجك انحلت كثير من المشاكل، القبائل والعشائر والناس بقصدوا هذا المكان لأنه مكان للجميع. ولا تواخذينا، احنا منعرف أنه أهل عمان بيفكروا الناس هون غير الناس. لا يا ستي، احنا ناس متعلمين ومتطلعين ومنخاف ربنا. عفوا أخ أبو عمر، نسيم ماتت بنته، ابنه الله أعلم بين الحياة والموت. فوق كل هاد انتو حابسينه ومانعينه نعيش بقية حياته اللي صارت مأساة. منيدو منيدو يا اختي، بنته قصتها قصة، واخوها الله يشفيه ونجيه حسمها وخلص العيلة من البهدلة اللي تبهدلتها. فبدك تخلينا قصة البنت وموتها برا الموضوع، الله يستر عليك. احنا جماعة لنا سمعتنا وهيبتنا. اما نسيم اذا الله شافاه ما حدا حابسه ولا حدا متدخل فيه. القصة وما فيها انه الزلم تحول لنباش قبور، كل يوم الشباب بيجيبوه من عند المقبرة مصر إنه ينبش قبر بنته. الله يغفر لها. عمي نسيم مشان الله لازم نصبر على اللي صار، اللي راح ما راح يرجع. مشان الله اقرأها الفاتحة. جميلة راح تفرح لما تعرف إنك مقتنع ببرائتها. هذا قبر كاذب، قبر وهمي. جميلة مش ممكن تكون تحت التراب. جميلة طارت على حصان للسماء. روح اللي طارت حرام حرام يا عمي، نبش القبور حرام عمي بشار الله. ماجد، هذا قبر فارغ فاضي، فارغ مثل روحهم. هذا القبر عار عليهم. شوف
إذا لقيت أي شيء بالقبر راح أوافق إنها هي، حتى لو لقيت عظام أرنب راح أوافق إنها عظام جميلة. هذا حرام، عذاب عذاب. شو يا أبو دفتر؟ ما حلك تفرد دفترك على العالم؟ تقول كل الخبايا؟ كل الكذب والخوف اللي معبي الدنيا؟ الحياة يا نسيم دفاتر، دفاتر، وإحنا صفحاتها، كلماتها وحروفها، فهمت؟ حط دفترك وتعال ساعدني، الحقيقة بدها حفر، بدها بحش، مش كتابي بنثرها الريح مع الزبالي اللي معبي الدنيا. أجوا الحمير، أجوا الكلاب، بعثكوا كلبكوا يا سفلة، بعثكوا كلبكوا يا مجرمين، لحقيني لآخر الدنيا، مش هاي القبور آخر الدنيا يا كلاب يا سفلة يا كلاب. جيبوه كلاب سفلة، كلاب كلاب سفلة سفلة كلاب. البكا ما بيلغي الموت، بدها فعل، بدها اشي بتعمله. الزلمة فقد عقله وصار ينبش بقبر بنته. يعني المفروض انت تساعدينا ناخذه على شي مستشفى قبل ما تفضحينا بالجرايد عدم المؤاخذة. طيب شو المانع عندكم اني اشوفه؟ ما في مانع، ما في مانع، بس لازم تعرفي يا ست ليلى ان نشر هالغسيل وسخ مسؤولية. انا بوعدك يا ابو عمر اني ما راح انشر اي اشي عليه مسؤولية، بس ممكن لقائي معه يقنعه انه يهدى والمجرم ياخذ عقابه. ما في مجرم، اي مجرم يا اختي، اخوه حمي دمه وخلصها وخلصنا من العار. عار؟ اي عار؟ أنا بعتقد إنك زلمة متعلم ومطلع. الله يسامحك، والاطلاع والثقافة بمنع إنه الواحد يحافظ على سمعته وشرفه. إحنا متعلمين ومطلعين ومثقفين ومنعرف الأصول. القتل ما في أصول يا أبو عمر، القتل جريمة. طبعاً جريمة، ومين قال غير هيك؟ أخوها بالمستشفى الله يشفيه ويطلع، والقانون بأخذ مجراه، بس المسألة بدها سترة وتفهم. أحكي لك كلمة يا أخ، مش أنت زوجها وبتمون عليها؟ احكي. هلأ شو المانع يا أخ أبو عمر إن نشوف نسيم؟ صرنا جايين وبدنا نخلص الموضوع. إحنا مش مانعينكو تشوفوا، هذا حقه، ومين قال إنه إحنا مانعينكو؟ بس المسألة بدها شوية انتباه لمخ الزلمة، مش ولا بد، حتى المحاكم ما بتأخذ برأي هيك ناس. طيب والجريمة؟ لا يا ست ليلى، نبش القبور مش جريمة، خصوصا إنه الزلمة الله يعينه. جريمة قتل جميلة يا أبو عمر، مش نبش القبر. طبعا، بس جريمة منعت جريمة، والمحاكم أولى، وانت بتعرفي والكل بيعرف إنها فور الدم. شو يعني فور الدم؟ في جريمة قتل. فور الدم يا أختي، فور الدم، الكل بيعرفها. انت حضرتك من الصحفية، اسأل البرلمان، ما هو عندكو، شوف القوانين، واحد فار دمه ما تحمل إنه يشوف أخته. استغفر الله العظيم، مش مشكلة يا أختي، مش مشكلة. انت بدك عنب ولا تقاتل الناطور؟ هاي الزلمة ببيته، روحي شوفيه واسأليه، وقتها راح تعرف الحقيقة وتعرف الصحيح. طيب اسمحوا لنا نروح له. تفضلوا الشباب ساعدوا الأخت. ممكن نروح لحالنا؟ طبعا، الشباب جايين يساعدوك. ابعدوا عنا، دشروني دشروني، ابعدوا. أنا بدي أقول كل إشي هون هون بهالدفتر، موجود كل فضايحهم، بشروني. اتركوه يا شباب. طيب يا أخ، إن شاء الله غير نشوفك ونساعدك. شوف شوفوا المسكينة بتركني، بدي مساعدة. شو في يا أخ؟ وشو اسمه؟ اسمه أبو دفتر. اركبوا سيارتك يا أختي، الله معكم. الله معكم؟ الله معهم؟ ومش عارف اسمي يا ابن الهبيلي، اسمي محمود، اسمي أبو الطيارات، اسمي كاشف الكذب والأسرار. الدفتري هذا مكتوب كل إشي، كل إشي بدفتري مكتوب، حكي بخلي الحجر يبكي دم دم دم. جبنة جبنة، أنا بعرفكو أكثر من جرايدكو اللي بتخاف أكثر من الشعب.
أكثر من مطير روس بنهار ورافعلنا بالعتمة. وليش رافعينا بالعتمة؟ لأن الخوف، الخوف طواقع على روس الناس، والناس أجناس، فيهم الذهب وفيهم النحاس، ولما يقع الفاس بالراس بتصير الأرض يباس. والناس أجناس، فيهم الذهب وفيهم النحاس. ولك ولك أبو دفتر. نعم. انصرف عن وجهي وما بدي أشوفك، ولا قسما عظما بربطك أسبوع بلا أكل ولا شرب. امشي. أحمد وجميلي، جميلي وأحمد، واحد هدى وواحد طار. الله يلعن الزمن اللي خلى الحبيب يتخلى عن حبيبه. الله يلعن الزمن اللي خلى العالم يصيروا حراس على قلوبنا وارواحنا. يا فكاك الأسر، فك أسر واحنا وقلوبنا. أوف، شو هالبلد، إما هبايل أو مجانين، الحقوهم. موشنا وعيوننا. يا فكاك الأسر، الله يلعنك يا أبو عمر. الله شو بدي أحكي، أنا بدي أكتب كل شيء في هالدفتر. شرفتينا يا ست ليلى، شرفتينا. شكراً لحضورك، غلبناكي. خير عم نسيم؟ شوفي، خايف؟ ما في حدا. ليش عم بتعتم البيت؟ عم نسيم، عم بحكي معك عم نسيم. ليش عم بتسكر شبابيك؟ ليش عم بتعتم البيت؟ البيت ملان نور يا ست ليلى، تفضلي، ملان نور. أنا بسكر على عتمتهم، تفضلي. هذا النور اللي طفوه، معقول حدا يقتل هيك نور؟ معقول؟ هم قتلوا هذا النور، قتلوه، قتلوه المجرمين. شو اللي صار؟ احكي عم نسيم، هيني عم بسجل لك، احكي كل اشي. هي جميل النور اللي طفوه، طفوه. القصة قصة نصر وهزيمة يا ست ليلى، نصر للخوف. عمرك حسيتي إنه الخوف بنتصر؟ عمرك حسيتي إنه العادة أكبر من شرع الله؟ يا الله ما أبشع الظلم، يا الله ما أبشع لون الرماد يا ست ليلى، ما أبشع لون الجهل، ما أبشع لون الحسرة. طيب القصة منين بلشت القصة؟ منين بلشت القصة؟ منين بلشت القصة؟ منين بلشت القصة؟ منين بدالك يا ست ليلى؟ منين؟ من الحمام؟ حمام جميلة؟ حمام العصفورة؟ حمام وردة أهل البلد؟ القصة قصة موت مجاني يا ست ليلى، مجاني. القصة قصة اغتيال لروحي، اغتيال وقصف لعمر الدحنون.
طيب عمو، بالحمام شو صار؟ احكي لي بالضبط شو صار، ما تخاف، ابدالي بالحمام. ببلادنا ست ليلى كل شي مبني على الشك والوهم، وبدل ما يكون الشك طريق للمعرفة، الشك ببلادنا طريق للجريمة. ما بعرف يا ست ليلى، ما بعرف، هو حمام للعرس ولا حمام للموت؟ داخت من البخار والدخان والتعب، وبلمحة عين حطت إيدها على بطنها وأخذ هالشك المليان بالجهل والخوف. اهدى عم نسيم، روق الله يخليك. طيب ليش رجعت من أوروبا؟ القصة طويلة يا ست ليلى، القصة طويلة. توفت أمهم بحادث وكانوا صغار، قلت ارجع فيهم لهون بين أهلنا وناسنا. يعني بتندم لأنك رجعت؟ ما بعرف يا ست ليلى، ما بعرف، ما في براسي ذكريات تندم عليها، ما في براسي غير صورة واحدة، صورة واحدة بس، جميلة، جميلة اللي طارت على الحصان مع دمها وروحها. لا
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعينه. شو قصة الحصان؟ طارت جميلة على حصان. ما في صورة براس عمي نسيم إلا هالصورة. حصانه طاروا معاه جميلة بعد ما وقعت الجريمة. ونسيم مصدق قصتها الحصان؟ مصدقها ومصدقها كثير كمان، وبيعتقد إنه جميلة ما ماتت. كان يصحى بنص الليل ويبكي مثل الأولاد الصغار. حتى ابنه اللي بين الحياة والموت شبه نسي. بتحس إنه روحه معلقة بجميلة. كانت جميلة بتشكل له نموذج الفتاة الرائعة. كان يحكي يا ريت في بالبلد ألف جميلة لكل جميل حصان. ولمين الحصان؟ لعمي نسيم. لما رجع من السفر عمي نسيم هو وجميل وأحمد، كان معهم كاميرا ومهر صغير. كنا نلعب مع سوا، تربينا مع بعض، وكنا نوكل سوا. حتى صرنا نحس إنه عمي نسيم بعملنا كنا زي ولاده، صار مهر جزء منا. الحصان بعده موجود؟ الحصان اختفى بعد ما صارت الجريمة. ناس بيحكوا إنه انسرق، وناس بيحكوا إنه انتحر، وناس بيحكوا إنه اختفى. ما حدا عارف ما ظل أثر للحصان. حكاية الحصان يا أستاذ أيمن بتشبه حكاية جميلة. لا يهدي في بلدنا يا ست ليلى، بتوحد على الموت، بتوحد على الموت وبس. صوري صوري يا ست ليلى، ناس طول عمرهم مفرقين، بيوحدهم الموت، بتوحدهم الجريمة، وبصيروا عميان على قلب أسود واحد. هاي هي الحقيقة في بلدنا. وجابوا ابني أحمد وغسلوا دماغه بالخوف، غسلوا دماغه بالخوف، الخوف اللي معبي قلوبهم، وهم في حقيقة الأمر خايفين من الحياة. نعم خايفين من الحياة يا ست ليلى، خايفين من الحياة، خايفين من كل إشي، كل إشي. لازم تهدى عم نسيم، اهدى اهدى أرجوك. لو سمحت أنا حابة أعرف شو صار بعدين، ممكن تكمل؟ شو صار بعد هيك؟ اللي صار بعد هيك يا ست ليلى كبير. اليوم يومك النشمي، مد ايدك وخذ اللي لايمك وامحي عارك وعار ابوك وعارنا. اتقدم يا بطل، لا تخاف، اتقدم يا اصيل، مد ايدك، الحياه قدامك مش وراك. اتقدم، مد ايدك، لا تكون جبان. يلا يلا يا احمد، يلا يا بطل، يلا لا تخاف. you
طيب ابنك كيف وافق يا عم نسيم؟ مش انت بتقول انك علمته ان الحياة مش هيك، وانك ربيته بشكل مختلف، وانه اخته كانت غالية عليه اكتر من روحه؟ هم اللي عاشوا مع بعض وتربوا مع بعض، معقول؟ معقول يوافق ياخدها عشان يقتلها؟ آه يا ست ليلى، مين بيربي ابنه هالأيام؟ كل شي حوالينا بيربي ولادنا، المدرسة والحارة والجامعة والقبيلة والإذاعة والتلفزيون، والكل بيربي على إله يا ست ليلى، الكل بيربي على إله. سمموه وقسموا مخه طابقين، طابق إلهم وطابق ظل إلي، طابق عبوه بالخوف والعار، لطخوه بالوحل والعادات اللي أكلها الزمن، طابق تشبثت فيه. وبعدين عم نسيم، شو اللي صار؟ كمل لي. بهذيك الليلة شغلوا طابقهم وصار أحمد لعبة منومة مغناطيسيا. تعرفي يا ستي، النساء أحياناً عدوات أنفسهن، الصدق هو ماخذها على الموت والذبح، كان في زغاريت بتزفهم. بس جميلة مشيت معه مثل المهرة الأصيلة، وأحمد كان يرجف كأنه الموت إله مش إلها. يا الله ما أبشع الغدر، يا الله ما أبشع الظلم، ما أبشع الجهل، ما أبشع الجهل. هيني هون يا بطل. شو شايفك حامل المسدس؟ لعب براسك يا نشمي يا كبير، لعب براسك أبو عمر. يلا يلا شوف يا فهمان. اتركوني يا شباب يا سبلة. خايف؟ فلتوني فلتوني بالدم على الجريمة، فلتوني فلتوني بالدم على الجريمة، فلتوني بالدم على الجريمة. أحمد يا با يا أحمد، دمعت عليهم أمسك عليهم أحمد يا أحمد. وكي الجميل يا أحمد، وكي أحمد، وكي أحمد يا جميل. اتركوني اتركوني. لما بتصير أب وبتقدر تحافظ على بنتك بفلتك يا مجرم. اشحطوه، جيبوه خليه يتفرج على عار. يا مجرم جيبوه. يا مجرم ولكم، هذا مجرم، هذا سافل واطي. يا مجرم يا سافل يا منحط يا سافل. أحمد أحمد يا أبا، أحمد يا أبا. جميلة أحمد يا أبا، أحمد يا أبا. ليش بتبكي؟ ليش بتبكي؟ تبكي لأنك ما بتفكر بمخك، بتفكر بمخك المستعار. هيك هيك بكل بساطة بمحو من راسك الوعي. شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ مش عارفي يعني؟ هذا الشك، الشك اللي زرعتيه في روس الناس وصدقوه. بس انا ما كان قصدي يصير هيك. افرحي يا زريفي افرحي، رح اسجلك هون في دفتري وفي خانه الساكتين والحيرانين والدساسين والشكاكين. الله يلعنوا الهبل. لا هم، انا مالي ذنب. هم هم فهموا غلط. لا لا، أنا السبب، أنا السبب، أنا السبب، أنا السبب. ليش عملتيها؟ ليش فرحتينا وفرحتي حالك؟ ليش؟ ليش؟ اخرس، عيب يطلع هالكلام على لسانك، عيب.
أبو دفتر، أنت الزلم الوحيد هون، أنت أصدق واحد. أكتب إشي، أكتب كل إشي. مدي لي إيدك. تعالي امشي، ما دامك خايفة من الموت ليش عملتيها؟ ليش عملتيها؟ والله ماني خايفة من الموت، والله ماني خايفة من الموت، والله ماني خايفة من شيء. حركت عليك، حركت على أبوي اللي علمنا الحياة. حضرتك، حضرتك اللي مش عارف شو اللي بيصير، لا أنت مثل الناس ولا أنت مثل أبوي. ليش ساكت؟ شربوك شيء؟ أنت صاحي؟ أنت واعي؟ فهمان شو اللي بيصير حواليك؟ فكرك رح يروح العار اللي ركبوه في راسك؟ اسمع، رجع لي كل هالعالم، ما بديش حدا يلحق. حاضر يا شباب، ارجعوا ارجعوا يا محمد، ارجعوا يا علي، ارجعوا يا احمد يا جميلة. قدروه لابو بمخه يا ست ليلى، في قوة خفية تلبسته. شباب البلد عشقوا أحمد وجميلة، كان يضرب فيهم المثل، ما في كتاب إلا قريوه، ما في قصيدة إلا اطلعوا عليها. المكتبة هاي كانت كلها بين إيديهم. رح أورجيك شو كانت تكتب، تفضلي. هي البنت كانت تكتب شعر؟ بتعرف يا أستاذ أيمن، عم نسيم هو اللي علمنا الأدب والشعر، علمنا إنه الكتاب هو الطريق الأولى للمعرفة. كان دايماً يقرأ لنا قصائد عن الحب والحياة والوطن، كنا دايماً نجتمع ويقرأ لنا القصة والشعر. والله يا أستاذ أيمن إنه جميلة كانت تحفظ كل حرب علمنا إياها. يا الله على هذيك الأيام، ما أجملها. جميلة 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 جميلة. حبنا يا حبيبي أن يضغط الكف على الكف ونمشي، وإذا جعنا تقاسمنا الرغيف، وفي ليالي البرد أحييك بيمشي. حبنا يا حبيبي أن يضغط الكف على الكف ونمشي، وإذا جعنا تقاسمنا الرغيف، وفي ليالي البرد أحميك برمشي. حبنا يا حبيبي أن يضغط الكف على الكف ونمشي ونمشي. كان عم فرحان بجميلة أكثر من عمي نسيم، كان فرحان فيها أكثر منا، كنا نستمتع بكل كلمة كانت تحكيها جميلة. ما فيك يا خوي لا تتذكر، ذكر أصدقائك.
ذكر شو كان يعلمنا أبونا من شعر ورواية وحياة. ذكر ليش؟ ليش تخضع نفسك للوهم والكذب؟ ليش؟ لا يا حبيبي، ارفع راسك لفوق، ارفع راسك للسما. أنا مش حامل. أحمد حبيبي، أبو عمر وجماعته ما لازم ينتصروا عليك، ما لازم ينتصروا عليك. تتذكر يوم ما رحنا أنا وياك على السينما ولقانا أبو عمر، شو قلت؟ قلت كلام له عنوان. اتذكر، ارجع لمخك الأصلي واتذكر. اتذكر. وقف انت وياه. عيب يا أبو عمر، مريم ما عملت إشي وأخوها ماجد معها. ضل السينمات يا أحمد؟ شو فيها؟ إحنا شباب نحضر فيلم سينما. إلي تصرف ثاني معك ومع ماجد. امشي. بدنك، امشي، اطلعي. ما يهمك ماجد، ما يهمك. بدنا نحضر سينما، بدنا نضل نحضر سينما. لأمتى بده يضل التخلف ضد المرأة؟ لأمتى؟ وجميلة نبشت ذاكرته لأحمد، خلته يعيش حياته لحظة بلحظة. وأحمد يا ست ليلى كان تايه بين عفن أبو عمر وبين قناعاته في الحياة الجديدة اللي إلها طعم الكرز. أحمد كان عصفور بجناح واحد يعرج بين السماء والأرض. جميلة ظلت جميلة لآخر لحظة بحياتها. بعدك لاحقني ولك؟ لا تفوت الدهر يا مشوه يا مجرم. ست ليلى، صار لازم تغادر البلد. بس ما خلص قصته العم نسيم. شو بده يفيدك صراخ وجنانه؟ بعدين الشباب فاير دمها. أنا برجوك تروحي يا ست ليلى، خليها فرصة ثانية، على الله يرجع لمخ. سافل سافل، ظل السافل سافل. بس يا أبو عمر، أنا مش مسؤول عن اللي بصير معك. روحي يا عمو، روحي، خذ زوجتك والله يسهل طريقه. يبدو الخوف أكبر من آمالنا ورغباتنا. الخوف صار عادي، صار قانون. شو هذا العمى؟ فعلا ورطة. عمي نسيم فوت ارتاح. هيك مليح، هيك مليح يا عم أبو عمر. الناس البعيدة والغريبة قاعدة بتساعد بعمي نسيم وانت لا، هيك مليح. لما بتصير زلمة بتصير ابن أخوي وبتقول لي يا عمي ولك، انتي مرة. شو مرة؟ نص مرة. الله يلعنك، الله يلعنك. اسمع ولا، إذا بظلك تجيب ناس لهالمجنون بخلي الله ما خلقك. وإذا بتعقل بجوزك أحلى بنت بالبلد، ولا راح تنتفخ عندك. تفو عليك. في عليك أنت يا حثالة البشر، يا حثالة العصر. والله جميل إلا تظل كابوسي لاحقك للنهار يا سافر يا واطي. معقول نرجع؟ مش عارفين كيف انقتلت. خلاص ليلى، القصة واضحة، قتلها أخوها. لا، أنا حاسة إنه في إشي تاني. ها
رغبة يا سلطة رغبة. سلطة صفر يا ريس صفر. الصفر حافظ منزلته. ماجد مين اللي جاب الصحفي لهون؟ اللي جاب الصحفي لهون الجريمة. الجريمة هي اللي جابت الصحفية عم أبو عمر. ماجد لا تلف ولا تدور، أنا بسألك مين اللي جاب الصحفي لهون؟ عم أبو عمر إحنا مش معزولين عن العالم، الكل عرب باللي صار، والصحافة زيها زي غيرها. وحضرتك وحضرة المعتوه جبتوها عشان تورجوا العالم على فضيحتك وفضيحته. الجريمة إحنا اللي صنعناها، إحنا اللي صنعنا الجريمة. بعدين مين منكم الدكتور اللي كشف على جميلة وحكى إنها حامل؟ إحنا اللي صنعناها ولا أنت وهو؟ اللي عملته بيته مكان للتجمعات والرقصات واللهو الفارغ. شو يعني إذا كان يقرأ لنا الشعر؟ شو فيها إذا كان يجيب لنا كتب ويحكي لنا عن حياته برا؟ مش حضرتك سافرت لبرا؟ شو جبت لنا معك غير كتب البطولة والفحولة تاعتك؟ ولك أنت صاير تطول لسانك علي يا كلب؟ وأنت بتعرفش تحاورنا إلا بإيدك؟ أنت عمي وعراسي، بس ما راح أسمح لك تمد إيدك علي مرة ثانية. ولك بضربك وبضرب اللي أكبر منك. سالم يابا مشان الله لا تتدخل. أسكت واخرس، صار لي زمن وأنا ساكت وقاعد بتفرج عليكو وإنتو مثل الوحوش تايهين. كنت دايماً بترحم على أيامنا وبقول نيال هالجيل على هالراحة، اطلعتوا إنتو اللي بدكوا رحمة. أنا مش عارف إنتو مين، لا إنتو مع العالم ولا إنتو مع أيام زمان، بتحكوا شكل وبتفعلوا شكل ثاني. وحضر جنابك بعتناك لبرا تتنور وتتعلم، ورجعت وانت بتكره جوا وبتكره برا، ولا إلك في الجلد ولا في العظم. يابا احنا بدنا نحافظ على سمعتنا وشرفنا، عندك اعتراض على هالإشي؟ شرف؟ شرف تقتلوا بنت مثل الزهرة؟ الشرف انه حضر جنابك طول نهارك بتحرض بشباب البلد يراقبوا بنات المدارس وكيف يعيشن؟ ما هن بيشتغلن خدمات لحضراتكم. بعدين اسمعوا، لا يفكر حدا انه راح يفلت من القانون. اطمن اطمن يابا، القانون راح ياخذ مجرى. يا ريت يا ريت القانون ياخذ مجرى، بس والله ماني عارف. قال شو القانون مخفف؟ والكو يا همج، في اشي في الدنيا بيخلي جريمه قتل تتخفف؟ في اشي بيخلي الموت عن عمد واصرار ومخطط له يتخفف؟ قولوا لي. بعدين تعال جاي قل لي كيف أنا أتجوز أمك. بالأول حبيتها ورحنا مع بعض على الوديان والجبال وشفنا بعض في البيدر وفي السهل. شو بدي أقول؟ الشرح بيطول. شوفوا لا تسمعوا لهالمتعلم الفصيح، ترى بيدمركم. تعال تعال يا ماجد. وقفوا وقفوا هوب. بريك انتبه رح تدعسوا. شو هالمجنون؟ فعلا مجنون، خلينا نشوف شو بده. تعال طول بالك أيمن، الله يخليك. مجنون أنت؟ رحنا ما ندعسك. خير شو فيه؟ أنا بعرف إنكم ما عرفتوا الحقيقة. هو أبو عمر بيخلي حدا يعرف الحقيقة؟ الحقيقة هون مسجلة بهالدفتر، حكاية جميل وكل جميلات أهل البلد. شو اسمك؟ إلي 100 اسم، بس أمي سمتني حمود، لكن ما في حمود إلا هالدفتر. ممكن أشوف الدفتر لو سمحت؟ لا فهمي يا ست فهمي، بهالدفتر مسجل كل أسرار البلد، كل الكذب والغباء اللي مكدس في هالبلد. إذا كنت من الناس اللي بدهم الحقيقة، الحقيقة هون هون. آخ يا ست لو سمعتيهم شو بيحكوا هذيك الليلة، جميلة وأحمد. بجوز الموت يكون أسهل، بس بدي أسألك كيف عيونك بدها تقابل عيون أبوي؟ كيف بدك تواجه الحياة؟ كيف بدك تقابل الدنيا؟ يا الله يا الله
الله ساعدني. الله ما بيساعد اللي قلبه وعقله وعيونه معتمة. يا أختي يا أختي أختي يا أختي يا أختي، أنت غلطت وخلص. قولي غلطت وريحي، قولي وريحيني. غلطت؟ أنا غلطت؟ هو اللي بحبه بيغلط؟ ولا بس بتحب الحب الروايات والأفلام الخيالية؟ أنا وماجد حبينا بعض وكتبنا كتابنا وصلنا للزواج. المشكلة إنك حامل مش من ماجد. حلف الميت يمين إنه ما قربني وأنا مصدقه. هو صادق صادق صادق. وهون المشكلة، من مين حملتي؟ رجعت لغبائك ووهمك. مشان الله مشان الله خلصني، ومشان الله خلصني. انت قتليني، انت قتليني، خلصيني من هالحياة وهالعذاب. امسك المسدس، امسك المسدس، خذي يلا، امسك المسدس. لا تعملها، لا تنجن يا رب، تعملها. اضغط اختك حبيبي، اضغط اضغطي اضغطي. مجنون انت، مجنون. اقتلي 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 وخلصني، اقتلي اقتلي. بس تطلقي علي النار، ريحيني من هالعذاب، ريحيني. امسك احمد يابا، يابا احمد، يابا احمد، يلا 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 يلا. اللي سجلت كل حكيهم، حكيهم هيو مسجل هون. هي صفحات يا ستي عليها كل حكيهم حرف حرف. هذاك اليوم كنت حابب أموت معهم وأترك هالدنيا الفانية. كمل كمل. حكي له شو رح تعمل بحكاية جميل وأحمد. رح أنشرها بالجريدة. بدك تكتب حكايتهم بالجريدة؟ بدك تحول الموت لأسود لحكي جرايد؟ طيب وبهالدفتر في كل صفحة حكاية، حكاية فاطمة وآمنة وليلى وحمدي. فاهمة؟ احكي لي شو أعمل بهالدفتر. كان الريح
صاروحوش تزرع قهر تعكر بحر تعكر بحر. تعكر بحر